انا وحده وجدت مسيمنات ووجدت هاد المسيمنات معمرين بكريم باتيسري سمعوا القرماشه البنات سمعوا واعرين آه كريم باتيسري بالكاكاو وكريم باتيس آه عاديه هنا مسيمنات ولكن ما نقولش لكم على القرماشه سمعوا البنات سمعوا شتو قال واعرة شوارع المهم بعجينه وحده خرجت هاد المسيمنات وهادو وهادو آه البسبوسه درتها البارح ها هي صراحه واعره وبي قال لي يحيى وخرجت هاد المبيانات شوفوا 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 المهم تنسى لي كلشي تغسلت تيا ايوا بريوش خرجت منه هاد الشهده وخرجت منه يحيى راه الطبسي اللي فوق الكرسي ونقص البوطه نقص البوطه خلي البرد شحر على خاطره المهم آه دابا غادي المهم كيف ما قلت لكم بريوش أه درت بيتزا ها هي بقى ما طيبتها ها هو البريوش الثاني صراحه جا واعر البريوش انتم جا خفيف المهم كي قلت لكم خرجت منه جوج شكيلات خرجت هاد ال هاد الشكيل ديال البريوش وبنفس العجينه خرجت الشهده وبنفس العجينة خرجت ثلاثة تشكيلات هادو مالحين هادو حلوين وهادو مسيمنات عاديين البسبوسة والبيتزا والله البركة والكيكة بقى في في كونجيلاتور مرحبا بيك الله يبارك فيك سلمى السلام عليكم, عليكم البنات كي دايرين لاباس عليكم صحه لاباس نتمنى نكون في الحسن الظن ديالكم معكم امينه البساطه مع ام محمد نتمنى نعجبكم و وتزوروني في القناه ديالي وشكرا للاخت سلمى آه، تنشكرها بزاف اللي استقبلاتنا و وضيفاتنا شكرا لهم بزاف شكرا لك بزاف مرحبا بكم الله اختينا مرحبا بكم مرحبا المهم البنات كنتمنى انكم تزوروا القناه ديالها وغادي نخليها لكم في اول تعليق وفي صندوق الوصف اللي القناة قناه مع ام محمد البساطه مع ام محمد دائما طواف البساطه بارك الله كانت عزيزه اخت سلمى وكنت دائما متبعه ودرت بالاسم القناه ديالي على ديالها ريانه ويمكن

المصاريف ديالها بالدوايا ديالها وراكم عارفين انها يعني بحكم انها ما خداماش ما يمكنش أنا يعني كل مره غادي تبقى تقول للمنظار عطيني باش نشري المي الدواء عطيني باش ندير المي للطبيب داكشي علاش دارت هاد القناه ديالها باش غادي تعاون راسها وحتى تعاون ميمتها اللي هز ليها واحد الهم اللي اللي تقيل وما كرهتش انها يعني هي اللي تدي امها الطبيب هي اللي تاخذ لها الدويات هي اي والله يسمح لينا من الوالدين وصافي المهم ان شاء الله بديت لكم روتيني ديالي كيف ما كتشوفوا من الكوزينه وكيف ما قلت لكم كنتمنى انكم تدعموا البساطه مع ام محمد لان انسانه طيبه وكتستاهل جدا المهم ها انتم معايا ان شاء الله وخليكم معايا ما تشوفين آه كي قلت لكم آه بديت معاكم الروتين من الكوزينه المهم حيت الطبله اللي فطرنا فيها هنا البنات كنت آه تقديت هكا الدجاج وصلت معاكم في الروتين اللي فات صافي آه دابا غادي نديرو هكا مسحت هكا آه بالنسبه للبوطه عندي مسوحه عندي فيها هكا غير شي هكا آه ديال الكوك كنت حاطه فوق من الطبسيل ديال البسبوسه صافي مسحتها آه كيف ما كتشوفوا الكوزينه مجموعه كل شيء هو هذاك هنا البنات غادي ندوز باش غادي ندير باش غادي ندير هكا البلاستيكات ديال نحيد الدجاج من هنايا وانتم معايا ان شاء الله كانت من ان شاء الله الفيديو ينال الاعجاب ديالكم ويعجبكم غادي يكون ان شاء الله فيديو زوين فيديو محفز آه، غادي نوجد فيه وصفات لزوينين زوينين وفي نفس الوقت هكا اقتصاديين وجدوا من واحد الكيكه اللي صراحه غزاله واحد البريوش اللي غادي نخرج منه شهده وغادي نخرج منه آه، قرص القرص بالنافع وحبه الحلاوه والزجلان اللي غادي يجيو ان شاء الله زوينين المهم هنا تقريبا نقصت واحد الصدر ديال الدجاجه اللي غادي نوجد به واحد الحشوه ديال واحد المسيمنات ما غاديش نديرهم ليك في هذا دل... نديرهم لكم في هذا الفيديو لانني الا درتهم في هذا الفيديو غادي يجي الفيديو طويل البنات غادي يجي مجبد داكشي علاش قلت ما غاديش نديرهم في هذا ال... في هذا الفيديو المهم آه كيف ما قلت لكم آه صافي هنايا غادي نحيد الدجاج وهنا بقى ليا واحد الطير اللي مقطع هكا رقيق ديال الشويان دابا وغادي نتشارك معكم هكا نبدا لكم باول حاجه اللي هي البريوش هنا البنات عندي جوج بيضات كندير بيضه وبيض بيضه آه كندير كاس ونص ديال الحليب يكون دافي كاس ونص ديال الحليب يكون دافي جوج كيسان ديال فورس بعبارة كاس العنبة فانيا ومعلقة ديال الخميرة عامرة نص كاس ديال السنيدة ونص كاس ديال الزيت وغادي نطرب مزيان 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 كيف ما قلت لكم بيضة وبيض بيضة كنخليو صفار للدهن جوج كيسان ديال الفورص نص كاس ديال الزيت نص كاس ديال السنيده كاسونس ديال الحليب وصاشي ديال الفاني وصافي وغادي نطرب مزيان مزيان مزيان, مزيان، تقدروا انكم ديروه في مونينيكس انا موافقه كنديرها في مونينيكس ولكن قلت غادي نطربهم غير بالطراب اليدوي صافي غادي نخطيها نغطيها وغادي نخليها في الجنب باش غادي تخمر ليا واحد عشرة دقائق عاد فاش نرجع ليها هنا البنات كريم باتيسري درت ثلاثه ديال الكريم اللي غادي نحتاج للكيكه درت ثلاثه المعالق ديال النشا ودرت ثلاثه المعالق ديال الكاكاو وثلاثه المعالق ديال السكر سنيده ونصيطرو ديال الحليب ثلاثه المعالق كاكاو ثلاثه المعالق نشا ثلاثه المعالق سكر سنيده تبقى على حسب الذوق تقدروا انكم ديروا اكثر آه صافي ونستطول الحليب غادي نطرب مزيان مزيان ونخلي هاد الكريمة حتى تعقد ليا غادي نجيب واحد طبيسيل وغادي ندير فيها هاد نفرغ فيها الكريمة ونغطي الوجه ديالها آه بسولوفان باش ما ديرش لنا القشرة القشرة هاكم الفوق وندخلها الثلاجه تبرد او نخليها غير فوق البوطاجي حتى تبرد على خاطرها هنا البنات انا كنطرب وكنوجد في المقادير ديال الكيكه كيف ما كتشوفوا ضروري ما نزقوش عليها بالتحراك لان الا عليها بالتحراك كتعقد لينا وكتخسر لينا الكريمه ديالنا صافي البنات مهم غادي نبقى نطرب مزيان مزيان حتى تعقد ليا هاد ال# هاد الكريمة وفي نفس الوقت أنا كنحط في المقادير ديال الكيكة صراحة هاد الكيكة البنات كتجي واعرة قليل في كنصيبها لأن شوية شوية مكلفة أه ولكن راه كتجي واعرة البنات مهم بالنسبة لهاد الكيكه كت كتحتاج معنا اطرو ديال الحليب اطرو ديال الحليب البنات ساشي ديال لاموس ديال الشوكولا شوك... اولا ديال الفاني صراحه ولكن راه كتجي فنه يعني كتستح كتستحق التجربه صافي هنايا فرغت هاد الكريمه كيف ما كتشوفوا في هاد ال... في هاد الطبيسيل وغادي نغطيه بالسلوفان الوجه ديالو ونخليها هنايا في الجنب ولا في الثلاجه حتى تبرد على خاطرها البنات عاد فاش غادي نرجعوا ليها ان شاء الله من بعد ما غادي طيب ليا الكيكه ديالي ندوزوا دابا ان شاء الله للمقادير ديال الكيكه هنا غادي نحتاج جوج بيضات جوج بيضات البنات وانتم غادي تشوفوا الكيكه قداش ما شاء الله يعني المول كبير جوج بيضات ساشي ديال الفاني واحد الكاس ديال السنيده وغادي نطرب مزيان مزيان حتى تذوب ليا السنيده وغادي نزيد كاس ديال الزيت وانا كنطرب وغادي نزيد كاس ديال الحليب وانا كنطرب بالنسبه للكيسان آه بعبارة الكاس العنبه هنا غادي ندير الكاكاو تقريبا جوج معالق تاع الكاكاو جوج معالق البنات تاع الكاكاو وغادي نزيد نطرب مزيان مزيان على آه هذا الشكل المهم سمحوا لي جاني الفيديو طويل داكشي علاش سرعته المهم آه آه وكنتمنى ان شاء الله يعجبكم آه كيف ما كتشوفوا هنا ما عب... تشوفوني درت المعلقه راه ما عبرت لا حتى شي حاجه غير هنايا مغربله الدقيق وبقيت آه هكا كنزيد آه... نزيد هكا بمعلقه حتى شد الكيكه آه القوام ديالها اللي بغيت انايا آه في الاول كتكون ثقيله مهم هنا غادي نزيد جوج ديال الخمارات كي قلت ليكم. في الاول آه كتكون شويه ثقيله ولكن من بعد كنزيدوها نص كاس ديال الماء الطايب مغليان اللي كتصايبوا بها كؤاتين مغليان البنات آه وكتولي الكيكه خفيفه المهم شوفوا هنا راه غادي تبان لكم الكيكه ثقيله ولكن غادي نزيدها نص كاس ديال آه نص كاس ديال الماء طايب غادي تولينا تولي الكيكه خفيفه وزوينه وكتجي ما نقولش لكم صراحة كتجي الكيكه واعره صافي هنا خديت المون كيف ما كتشوفوا ودهنته بالزيت غادي نرشو بشويه ديال الفورص صافي هاكا غير غير من التحت هاكا شويه جناب صافي هنا الماء عندي طاب كيف ما كتشوفوا راه خرجت سبوله غادي نزيد هذاك نص كاس ديال الماء هاكا كامل على على هذا الكيكه على هذا الخليط وغادي نزيد نطرب يعني غادي نزيد نطرب هاكا مزيان حتى يعني تجانس ليا الخليط ديال هاد الكيكه صافي غادي نحيد الطراب وغادي نفرغ هاد ال هاد الخليط كيف ما كتشوفوا راه كيولي خفيف على هذا الشكل غادي نفرغ هاد الخليط فوق في هذا المول صافي غادي يكون الفران شاعل غير من التحت حتى طيب لينا ونشعلوا الفوق باش تحمر لينا واحد شويه صافي ونخرجوا الكيكه ديالنا وعاد باش نزيدوا المرحله الثانيه أه بالنسبه لك الكيكه فيها ثلاثه المراحل ولكن راه كتجي وارا كي لكم صافي هنا غادي نرجع للبريوش ديالي وغادي نبقى نضيف أه غادي نضيف الدقيق أه تقريبا أه ثلاثه الكيسان مهم انا ما مع عبرتش درت أه هكا عيني ميزاني وجاني الخليط هو هذاك كنزيد خماره وكنزيد مليحه كنزيد خماره ونزيد القياس ديال الملحه صافي وغادي الصراحه ما غادي ندلكها ما حتى شي حاجه غادي نخلطها هكا غير بيديا مزيان صافي ونغطي عليها ونخليها حتى تخمر ويضاعف ليا الحجم ديالها نخليها هكا تخمر ويضاعف ليا الحجم ديالها عاد فاش نرجع ليها بالنسبه لهاد البريوش البنات غادي ندير منه شهدة بهذا المذاق ديال الفاني لانني دايره الفاني في في الخليط الاول أه غادي تبقى العجينه غادي نزيدها النوافع بحال غادي ندير بريوش أه أه هكا قرص أه بلديين والنص غادي نديرو بالفاني والشهده غادي نديرها بالفاني صافي هنايا كيف ما كتشوفوا هنا الكيكه من بعد ما طابت غادي ناخذ كاس ديال الحليب وغادي ندير فيه جوج معالق صغار ديال كوبي الكاكاو الحلو وغادي نطقب هكا الكيكه على هاد الشكل وغادي نسقيها البنات بهذا بهذا الكاس هكا ديال ديال الحليب وغادي نخليها حتى تشرب ليا هذا الحليب صافي ونحطها هكا في الجنب هنا هنا البنات غادي نصايب الكلاصاج باش يبرد ليا درت نص كاس ديال الحليب نص كاس ديال الكاكاو ونص كاس ديال سني... سنيده ونص كاس ديال الزيت نص كاس حليب نص كاس سنيده نص كاس زيت ونص كاس كاكاو وغادي نطرب مزيان مزيان وغادي نخليها هكا حتى يغلى غادي نخليها هكا حتى هنا البنات خذوا مول اولا اللي عندكم انا خديت غير هاد المقيله باش يجيني البريوش طيب في حقه لان شويه ثقيله آه غادي ندوز وغادي ناخذ المهم هنايا نقصت البوطه وخليت هذاك خليت هذاك الكلاصاج باش يبقى واحد شويه باش يختار ليا صافي هنايا كيف ما كتشوفوا كناخذ الكويره ديال العجينه وكنعمرها بهاد الشكلاط كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل و كندير ما كنلصقهمش كندير وحده شويه بعيده من على اختها بواحد واحد سنتيم صافي هنايا طفيت البوطه وبديت كنخلطهم مزيان صافي وحيت الطراب صافي هنا غادي نكمل كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل كان ندير كويرة نعمرها بالشوكولات او ديرو غير دك الشوكولات ديال ربعة دريال قسمو على ربعة وعمرو بيه مهم انا متوفرة عندي هذا أه هو اللي استعملت صافي البنات انا كملت الشهده والعجينه اللي بقات ليا النوافع نافع حبه حلاوه و و, و حبه حلاوه والزجلان صافي هنا كيف ما كتشوفوا كندهن يديها هاكا ب كندهن يديا بالزيت و كنبسط هاكا كويرات صراحه كيجي واعر 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 البنات البريوش بريوش كنتمنى انكم تجربوا وكيف ما كتشوفوا يعني هاد الكمية اللي فيها جوج بيضات حي خلينا الصفار باش غادي نزينو به اه كاس ونص ديال الحليب نص كاس ديال الس... السنيده ونص كاس ديال الزيت تقريبا خرجت ليا واحد 12 حبه ديال ديال هاد البريوش وخرجت ليا الشهاده صافي هنا كيف ما كتشوفوا غادي ندوز وغادي ناخذ هذاك ال هذيك الكريم اللي وجدت بالنشا والكاكاو غادي نزيدها هاد لاموس ديال الفاني غادي نزيد البنات هاد لاموس ديال الفاني وغادي ندير الطراب وغادي نطربها مزيان مزيان المهم هنا نقصت واحد شويه غادي نديرو في واحد المسمنات غادي تشوفوه ان شاء الله في الفيديو الجاي هاد المسمن آه هنايا البنات كيف ما كتشوفوا أه درت هذيك الكريمه اللي خليتها حتى بردات مزيان يعني بردات بردات ليا وزدت هذاك لاموس وبديت كنطرب مزيان حتى تبدل اللون ديالها كيف ما كتشوفوا ولا اللون ديالها هكا ما بقاش يعني في اللون ديال الكاكاو كحل بزاف ولا فاتح على هذا الشكل ولكن راه ما نقولش لكم على هذه الكريمه كيفاش كتجي راه كتجي رائعه البنات والله البنات لا كتستحق التجربه صافي هنا غادي نحاول انني نقادو بهاد سباتيله أه بهاد سميتو نقادها مزيان ونقعد السطح ديالها أه نديرها في الثلاجه او في الكونجيلاتور حتى تبرد واحد نص ساعه عاد فاش ندير عليها الكلاصاج بالنسبه للكلاصاج البنات راه برد تماما ولكن انا نخليها واحد شويه حتى نبغي نقدمها عاد فاش ندير الكلاصاج من الفوق بالنسبه لكي قلت لكم هاد الكيكه راه كتستحق التجربه البنات يعني أه كت أه كتستحق اننا نجربوها صافي هنا كيف ما كتشوفوا درت درت هكا الكلاصاج وغادي نحاول انني نوزعو على الكيكه كامله وكيف ما كتشوفوا الكلاصاج راه لامع وزوين بزاف البنات المهم انا غادي ندخلها للثلاجه ونرجع معكم ان شاء الله باش نشارك معكم اشنو وجدت وشنو المهم ها معايا ان شاء الله صاف نحاول أنا أه صافي غنحاول انني نقادها هكا كيف ما كتشوفوا صافي هنايا بديت كنحط في الطبيله ديالي غتقول لي سلمى ما شاركتيش معنا هذا العجب ني جدي المهم البنات هاد المسيمنات ما شاركتهمش معكم لان الفيديو غادي يجي طويل غادي نشاركها معكم ان شاء الله في الفيديو الجاي هذه بعجينه وحده خرجت هاد المسيمنات بالنسبه لهاد الوصفه ديال ام نزار وصفه واعره صراحه كنقولها من هنا تبارك الله عليك وتحيه لك كبيره لان صراحه الوصفات ديالها يعجبوني مره مره كنجرب جرب هكا شي وصفه ولكن هاد الوصفه رائعه رائعه البنات بالنسبه لهاد المسمنات البنات راهم فنين فنين البنات المهم هادو خرجت منهم المالح والحلو وخرجت منهم هادو ديال مسيمنات آه عاديين بعجينة وحدة خرجت هاد تلاتة الأشكال آه مهم كيف ما كتشوفوا البريوش خرجت منه جوج أشكال والعجينة المسمن خرجت منه تلاتة الأشكال آه صافي المهم غزالة ديالي انا ساليت 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 شفت صبيان الله ما جمعتو انا ساليت داكشي آه اللي وجدت كامل شوف البلاكارت متبعين كلشي متبع المهم علينا انا ساليت في الوقت المهم آه وجدت مسيم انا قلب نوريكم شنو وجدت انا وحده وجدت مسيمنات منات وجدت هاد المسيمات معمرين بالكريم باتيسري سمعوا القرماشه البنات سمعوا واعرين آه كريم باتيسري بالكاكاو وكريم باتيس آه عاديه هنا مسيمنات ولكن ما نقولش لكم على القرمشه سمعوا البنات سمعوا شتو قرمشه واعره المهم بعجينة وحده واحده خرجت هاد المسيمنات وهادو وهادو البسبوسه درتها البارح ها هي صراحه واعره وبي قال لي يحيى وخرجت هاد المعنات شوفوا 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 تنسى كل كلشي تغسلت تيا ايوا بريوش خرجت منه هاد الشهده وخرجت منه أي حياره ديك الطبسي اللي فوق الكرسي

####بيتزا بنفس نفس العجينة خرجت ثلاثة تشكيلات هادو مالحين هادو حلوين وهادو مسيمنات عاديين البسبوسة والبيتزا والله يجعل الباركة والكيكة باقا في في وجابت هاد البسبوسة العامرة بالكريمة الصراحة واعرة صافي البريليت ديال أتاي أو اللي كاين يعني القسم مع الحباب والحباب هي أهم حاجة... المهم جابت مع الكيكه غزاله كيف ما كتشوفوا أه كنتمنى ان شاء الله بالنسبه للمتتبعه ديولي كنتمنى كنتمنى انكم تمشيو عند البساطه أم مع البساطة أم محمد. مع أم محمد تزوروها وتخلوا لها تعليق كنتمنى كنتمنى أنكم ديروا لها واحد الهجوم غادي نخلي لكم القناة ديالها في المنتدى وفي أول تعليق و...